يا أهالي قلعة الزهور، الهدف من خطتنا هو استعادة قلعة الزهور والقبض على شعشبون ووسواس وشعشبون. جميل، أنا أقبض على شعشبون. لا، أنا أقبض على شعشبون. لا أنت ولا هو، أنا أقبض على شعشبون. إن القبض على شعشبون ليس بالأمر السهل. عندي رأي. ما هو؟ لما لا نقبض على شعشبون؟ ماذا تقول؟ نحن ما جئنا لنتقاتل فيما بيننا، نحن جئنا لنقاتل شعشبون. ولهذا أنا أرى أن نقبض على شعشبون. نعم نعم، هذا ما جئنا من أجله إلى هنا يا سمعان. أنا سامع، طالما أن شعشبون حي. كفى يا سمعان. كما قلت لكم، الهدف من خطتنا هو استعادة قلعة الزهور والقبض على شعشبون ووسواس وشعشبون، ولهذا سيتولى كل واحد منكم مهمة خاصة به يجب أن يؤديها بكل دقة وبلا خطأ. أنا أقبض على شعشبون. أسكت يا فهمان. أمرك يا حسن. أما أنا وخفاش فسنتولى أمر القبض على شعشبون. ولماذا أنت وخفاش؟ ولم لا نتولى أمر شعشبون أنا وأخي سمعان؟ أنا سامع. أنت وأخوك سمعان مكلفان بحراسة بدر البدور، مفهوم؟ أقصد أنا وأخي سمعان نحرس شمس؟ نعم. وماذا نفعل غير ذلك؟ لا شيء سوى حراستها والتأكد من سلامتها، وهذا واجب عظيم وخطير. حراسة شمس واجب خطير وعظيم. طبعا، لأنها سيدة القلعة. الآن فهمت، ظننت أنها ما زالت ابنة الخطاب التي كنت أصيح بها كل يوم. أما مهمة بدر البدور فهي القبض على وسواس، لذلك فهي ستحمل طاقية الإخفاء. أما أنا وخفاش فسنستعمل السيف الذهبي. ولماذا لا أحمل أنا السيف الذهبي؟ لأننا سنواجه العساكر أيضا. لا تنسوا أن عساكر شعشبون ينتشرون في كل مكان. وأنا السقا والعطار يتوليان أمر القبض على شعشبون. لا، هذه مهمة سهلة. ليس هناك مهمة سهلة ومهمة صعبة، كل المهمات مهمة، مفهوم؟ مفهوم. معلوم. هل هذه هي جزر الحلاوة؟ نعم يا سيدي، تذوقها وسترى بنفسك. التذوق ماذا؟ تذوق أي شيء حولك، الحيطان، النوافذ، الأبواب، أي شيء، فكلها مصنوعة من حلاوة. كلها مصنوعة من حلاوة؟ نعم يا سيدي. كلها. لذيذة جزر الحلاوة هذه، كلها هكذا؟ كلها. وسواس سيدي، أريد أن أستولي على جزر الحلاوة هذه. كما تشاء يا سيدي، ولكن المهم الآن أن نجد حسن وبدر البدور. لقد ذهبنا إلى جزر القمر فلم نجدهما، ولم يبق أمامنا سوى جزر الحلاوة. أنا متأكد أنهما هنا. لندخل هذا البيت ونسأل عنهما في الداخل. هيا يا سيدي. لا أحد هنا. لا بد أن يكون لهذا البيت صاحب. أين يمكن أن يكون صاحب هذا البيت؟ وهل داخل البيت كخارجه يا وسواس؟ تذوق وجرب يا سيدي. Do
رائحة كريهة أشم؟ أشم رائحة كريهة؟ من أين تأتي هذه الرائحة؟ تأتي من أين؟ من داخل البيت قادمة؟ قادمة من داخل البيت؟ من أنتما؟ ماذا تفعلان هنا؟ أنت صاحب هذا البيت؟ أنا صاحب هذا البيت؟ صاحب البيت أنا؟ ماذا تفعلان به؟ تفعلان به ماذا؟ إننا نبحث عن أصدقاء لنا. هل رأيتهم؟ من هم أصدقاؤكم؟ أصدقاؤكم من هم؟ نمس يدعى حسن ونمسة تدعى بدر البدور ورجل يدعى خفاش. ماذا تريدان منهم؟ تريدان منهم ماذا؟ هل رأيتهم أم لا؟ تريدان منهم ماذا؟ ماذا تريدان منهم؟ سألت. لابد أنك رأيتهم. أين هم الآن؟ لا أعرف. أنا لا أعرف. لا أعرف أنا. إنه يكذب يا سيدي. يا سيدي إنه يكذب. تكلم. قلت لك تكلم. أين حسن وجماعته؟ أين حسن؟ هذا الرجل لا ينطق أبدا. ما اسمك؟ تكلم. إنه عنيد. اسمع، العناد لا ينفع معي أنا. انظر إلي، انظر إلي جيدا أيها الرجل. أنا الشعشبون. من الأفضل لك أن تتكلم أيها الرجل، وإلا حطم شعشبون جزر الحلاوة كلها. أين حسن؟ أين حسن؟ أين الشاطر حسن؟ أين بدر البدور؟ أين خفاش؟ قلت لك أين حسن؟ تكلم، انطق. اسمع ما اسمك؟ لا فائدة يا سيدي، يبدو أنه لا يعرف. إنه عنيد. أنا لم أرى في حياتي رجلا مثل هذا الرجل. تكلم. أكاد أجن. يكاد يجننني. يجننني يكاد. فلنخرج من هنا يا سيدي، فلا فائدة من سؤاله. لا فائدة من سؤاله. هيا. أنا لا أشي بأبنائي ولا أتكلم عنهم، لا أتكلم عنهم ولا أشي. اسمعوا، حال دخولنا للقلعة السقة والعطار يتجهان لحجرة شعشبون فورا. حضر يا حسن. سقة. نعم. وهل تعرف أين هي حجرة شعشبون؟ وكيف أنساها وقد ضحكنا عليها في تلك الحجرة وعطيناها دواء الحك والهرش؟ هيا. بدر البدور، سمعان وفهمان، تتجهون فورا إلى حجرة وسواس. هيا. يجب أن نقبض على وسواس. أنا لا أحس بالنعاس. وسواس، يجب أن نقبض على وسواس. أنا؟ نعم، أنا وأنت وبدر البدور. ومن هي بدر البدور؟ أختك شمس النهار. أختي أصبحت بدر البدور؟ نعم، إنها هي بدر البدور، ابنة ضوء المكان. هذا يعني إنني أنا ابن ضوء المكان. صحيح، وأنا أيضا. اسكتا وإلا سمعكما حراس القلعة. هيا.
هيا إلى حجرة شعشبون مباشرة. هيا العفو 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 العفو. اظهر يا حسن العفو العفو، اظهر يا حسن العفو العفو، لقد اطلقت سراح جميع الاسرى من اجلك العفو العفو، وسحبت من السوق العسكر العفو العفو، اظهر يا حسن اظهر، اظهر يا حسن اظهر، اظهر يا حسن اظهر. شعشبونة حسوني وأخيرا عدت لي. أين شعشبون؟ دعك من شعشبون الآن، إنه سيتزوج من شمس النهار. أين شعشبون؟ لقد صدق الصدق، لقد صدق حين قال لي أن أردد العفو 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 العفو. اسمع يا عطار، سأحرس لك الباب وتدخل أنت وتقبض عليها. لا، لما لا تقبض عليها أنت؟ حسنا، سأهجم عليها مثل البرق وأمسك بها وأقيدها. أحرس الباب أنت. إنها ليست هنا. أين شعشبونة؟ حسوني. لا بأس يا شعشبونة، تعالي معي. إلى أين؟ إلى عشك الجديد. عشنا الجديد، يا لسعادتي يا لهنائي، أنا أسعد امرأة في الكون. تفضلي تفضلي. وسنعيش في ثبات ونبات ونخلف صبيانا وبنات. نعم تفضلي تفضلي. لم نجد شعشبون. إنها هنا، ها هي هنا. هل رأى أحدكم شعشبون؟ لا، يجب أن نقبض عليه قبل حلول الظلام، قبل أن يبطل مفعول السيف الذهبي. ولم نجد وسواس أيضا. من؟ شمس النهار؟ فقد عاد لي حسن، ألم أقل لك أنه سيعود؟ أين عريسك شعشبون؟ هذا ما نبحث عنه، لابد أنه ذهب ليجهز للعرس. ماذا سنفعل الآن يا حسن؟ هل قبضنا على شعشبون؟ لا، ألم تسمع؟ لقد ذهب ليجهز للعرس. ماذا سنفعل الآن يا حسن؟ سمعان فهمان؟ نعم، قل نعم، قل نعم. نعم، خذ شعشبون إلى الغابة واحرساها هناك. في الغابة؟ نعم، في الكوخ. وأنتم؟ نحن سننتظر شعشبون ووسواس. لا يا سيدي، أرجوك، إن عساكر شعشبون عندما رأوا السيف الذهبي اختبأوا في جحورهم، لكنهم سيعودون ثانية عندما يحل الظلام، وعندئذ لن نقدر عليهم. إن العطار على حق يا حسن. لا، بل سنواجههم جميعا. اسمعوا، القلعة قلعتنا والبلاد بلادنا، وما دمنا دخلنا وشعشبون خارجها فسنبقى بها ونعتصم بها. نعم نعم، ماذا قالت؟ تقول من شاء أن يبقى معنا في القلعة فليبقى، ومن شاء أن يغادرها فليغادر.
وماذا سنفعل مع العساكر؟ سنواجههم. أنا سأبقى. وأنا سأبقى. ماذا تقول؟ قل أنا سأبقى يا سمعان. أنا سأبقى يا سمعان. لم تتركوا لنا خيارا سوى أن نبقى معكم. الموت مع الجماعة رحمة. إذن اتفقنا. سمعان وفهمان، نعم، تأخذان شعشبونا وتحبسانها في حجرتها، وإياكم ثم إياكم أن تسمح لأحد بالدخول دون إذنكما أو التأكد من شخصيته. شعشبونا؟ نعم. أمامنا. إلى أين؟ امشي. وحسوني. أنا لا أحب المزاح. هيا يا سمعان. إلى أين؟ نحبس شعشبونا في حجرتها. وأين هي درتها؟ حجرتها حجرتها. هيا. فهمت، درتها. حسون حسون. السقا والعطار، عليكم حراسة الممر. أمرك يا حسن. هيا يا عطار. بدر البدور، أين طاقية الإخفاء؟ معي. في هذه القاعة كان يحكم والدك ضوء المكان، وأنت ستجلسين للحكم. وأنت؟ أنا وحسن سنخرج للباب الخارجي لنكون في استقبال شعشبون ووسواس. هيا يا خفاش. استرح في نومك يا أبي، ها هي ابنتك تحل محلك. هل تظن أن شعشبون سيعرفنا إذا ما رأنا؟ طبعا. أخشى أن يهرب منا. لا تخشى شيئا، نحن له بالمرصاد، إذا ما رأيته فانقض عليه بسرعة قبل أن يهرب. حسنا. حرس حرس، أريد شربة ماء. ممنوع، ادخلي حجرتك. لقد زهقنا من كثرة الوقوف بالممر، فجئنا نؤانسكما. ماذا تريدان؟ جئنا نتحدث معكما. ممنوع. كيف حال شعشبون؟ هذا السر. نعم، لن نقر. هل لي أن أدخل وأتحدث مع شعشبون قليلا؟ لماذا؟ نتسلى. من أنت؟ ألا تعرفاني؟ طبعا نعرفك، ولكن يجب أن تقول من أنت. أنا السقة. هل لديك ما يثبت أنك السقة؟ لو أنني كنت أحمل سلة شعر البنات لأثبتت لكما أنني السقة. إذن أنت لست بالسقة. نعم، من أنت؟ أنا السقة، أنا السقة، ماذا جرى لكما؟ أثبت لنا أنك السقة فنسمح لك بالدخول. نعم، قل لنا إنك السقة فنسمح لك بالدخول. لا، يجب أن يثبت أنه السقة. نحن نعرف أنه السقة، ولكن يجب أن يثبت أنه السقة. نعم، أثبت أنك السقة يا سقة. عطار، قل لهما إنني السقة. إنه السقة. من أنت؟ أنا العطار. أثبت أنك العطار. يا للجنون، ألا تعرفان من أنا؟ طبعا نعرفك، أنت العطار. هل تظن أنني مغفل؟ ولكن يجب أن تثبت لنا أنك العطار. سقة، امشي يا سقة، هذان المغفلان ازدادا جنونا على جنون. هيا يا سقة، هيا.
إذا لم يحضر شعشبون ووسواس قبل حلول الظلام، أغلقنا أبواب القلعة ومنافذها واعتصمنا بداخلها. وماذا سنفعل بحراس القلعة المرابطين حول الأسوار؟ نتركهم حول الأسوار، والبطل من يتقدم صوبنا. أخشى أن يستعملوا ضدنا المنجنيق الناري. لا تخشى شيئا، لن نسلم القلعة مهما كلف الأمر. حسنا، ولكن أين ذهب شعشبون؟ ماذا حدث للسوق؟ بل قل ماذا حدث لبلاد الزهور كلها؟ إنها خاوية، إنها خالية، إنها فارغة، إنها ميتة. أين الباعة؟ قل أين الناس؟ ماذا حدث لبلاد الزهور؟ أين عساكر الذين وزعتهم في السوق؟ قل أين المشترون؟ إنني أشم رائحة خدعة. خدعة؟ ومن الذي سيخدعنا؟ حسن وجماعته ومن غيرهم. ولكن معظم جماعة حسن في السجن. نعم، ولكني ما زلت أشم رائحة خدعة. ولا تنسى أن حسن قد هرب بطاقية الإخفاء، وأن بدر البدور قد هربت واختفت أيضا. وإن تمكن حسن من طاقية الإخفاء فهذا يعني أنه تمكن من السيف الذهبي. وإذا تمكن من السيف الذهبي فهذا يعني أنه سيهدد القلعة ومن فيها. لا يهددها فقط، بل يمكنه دخولها، خاصة وأن شعشبونة تحبه وترحب به إذا أراد الدخول. وإذا دخل القلعة فهذا يعني أنه سيطلق سراح الأسرة. ليس هذا فقط، بل أنا أشم أنه الآن في القلعة. ها؟ يا للمصيبة، أنا لا أرتدي درع ضوء المكان. ليتنا لم نخرج للبحث عن حسن في جزر القمر وجزر الحلاوة. ليتنا لم نسلم القلعة لشعشبونة. وما العمل الآن يا وسواس؟ ما رأيك لو ذهبنا للتأكد من ظنوننا؟ نعم، ولكن يجب أن نتخفى. كيف نتخفى؟ يجب أن نذهب إلى المعسكر ونجد ثيابا نتخفى بها، ثم نذهب لنتجسس ونتلقط الأخبار. هيا هيا، عجل يا وسواس. وإذا صحت ظنونك يا وسواس فسأهدم القلعة على من فيها. هيا. حرس، من أنت؟ أنا شعشبونة. أثبتي أنك شعشبونة. أنا أخت شعشبون. هذا لا يكفي، أثبتي أنك أخت شعشبون. أريد أن أتحدث مع حسن. من حسن؟ حسن الشاطر. حسن، أثبتي أنك الشاطر حسن. معنا أوامر بأن لا نسمح لك بالخروج ولا ندخل أحدا عليك حتى نتأكد من شخصيتي. ادخلي حجرتك. بطل، سيدي شعشبون. نعم يا وسواس، اتبعني لنتجسس على القلعة. هيا. من هذا؟ إنه الشاطر حسن. هذا يفعل هنا؟ إنه ينتظرنا. لابد أنه سيطر على القلعة. سأستعمل المنجنيق الناري النفطي لهدم القلعة على رؤوس من فيها. لا تتسرع يا سيدي، هناك ألف حل وحل للرجع من القلعة. فكالكما لا تتحركا.